بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نتحكم في الإنارة وتفتيح الصورة وتغميقها بحيث ان انا اطلع صورة كويسة جدا من برنامج الانفراوركس. هاجي من سيتنج واقول له فيجوال افكت وابدأ اشوف البريتنس، مثلا عايز تغمقها، عايز تفتحها، الكونتراست، اللايت، تمام. الحاجات دي تحكم في الإنارة، تمام، بس لازم تكون حاجة معقولة يعني، ما بقاش في شمس كتيرة، تمام. أبدأ أظبطها، تمام. زي ما انت شايف انها ايه، اقرب للواقع، ابدأ اظبط، تمام. هاي فيجوال كواليتي، عايز كواليتي عالية ولا مش كواليتي عالية؟ طبعا كلنا عايزين كواليتي عالية، بس ممكن في الاول تقول انا مش عايز كواليتي عالية على اساس اقدر يبقى الموديل معايا خفيف، اقدر ان انا اتجول فيه براحتي، تمام. الواير فريم، عايز تفعل خاصية الواير فريم ولا لأ، بحيث ان انت تبقى شايف الخطوط المكونة للعناصر زي ما احنا شايفين دلوقتي، تمام. دي الوار فريم بتاعت الجبال نفسها، تمام. دي بعض الخصائص اللي انا بقدر اتحكم فيها، وممكن اجي هنا برضو create and conduct infraworks design presentation. دي فيها شوية حاجات حلوة للموضوع البرزنتيشن، عندك مثلا ممكن تعمل ووتر مارك، عايز تتحكم مثلا في السن اند سكاي، عايز اني يوم في السنة، الساعة كام، ده التايم، ده الديت، يوم ايه، الويند دايركشن، الرياح، الويند سبيد، سرعة الرياح، الكلاود كفر، تمام. خلينا نطلع كده بس تبقى شايف السحاب، تمام. كل ده بتحكم فيه من أجل المشهد النهائي اللي أنا عايزه، تمام.